قال المستشار شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أنه لم يتنازل أحد من المحامين مقدمي البلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف عن بلاغاتهم كما ادعوا في بعض البرامج التلفزيونية. وأضاف سعيد في تصريحات لبوابة أخبار اليوم أنهم قاموا بفعل ذلك بحثا عن الشهرة واستغلال الموقف لصالحهم. وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النيابة العامة ليس لها علاقة بتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بالتحقيق وأخذ القرار الذي تراه وفق القانون. جاء ذلك بعد أن قررت نيابة الاستئناف إخلاء سبيل رانيا يوسف بالضمان الشخصي مع استمرار التحقيقات في الواقع. من ناحية أخرى، كتبت فاطمة نعوت مقال جريء جدا عن هذه الواقعة، قالت فيه: أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل سببت وشتمت ولعنت رانيا يوسف اليوم؟ إن لم تفعل فاعلم أن ذنوبك قد منعتك. لا تنسى لعنها اليوم أيضا بأبشع الكلمات وأكثرها فحشا حتى نعرف أنك تقي عفيف. أعتذر عن السخف السابق، ولكن الشاهد أن حالنا لم يكن بعيدا عن العبارة الساخرة بكثير. بداية نشكر الله أن زلزال الفستان قد انتهى أو كاد، ونشكر الله أن المحامين الذين لاحقوا فستان الفنانة رانيا يوسف قضيا لسجنه عامين قد تكرموا بسحب دعواهم، تبين لاحقا أنهم لم يسحبوا أي شيء. رغم تحديد موعد الجلسة بسرعة الصاروخ بعدما تحققت أهدافهم التي تتلخص على الأغلب في: واحد، تحقيق بعض الشهرة بذكر أسمائهم في الصحف والمواقع. 2، تقديم أنفسهم للمجتمع بوصفهم أرباب الفضيلة وحراس العفاف ووكلاء الله على الأرض. 3، إنعاش مكاتبهم الشاغرة بقضايا صارخة لضمان زيوع الصيت وترويج البائر. ثم نشكر الله على البيان الثاني الرصين لنقابة المهن التمثيلية الذي صحح البيان الأول المرتعد. أقر وأعترف بأن رانيا يوسف ليست صديقتي، ولم ألتقي بها في حفل أو عرض خاص أو مهرجان، كما أعترف أنني مقلة للغاية في متابعة التلفزيون والمسلسلات والأفلام العربية، فأكاد لم أعرفها إلا بعد زلزال الفستان الشهير، كما أقر بأن هذا المقال ليس لتبرئة الفستان أو إدانته، فأنا أعرف جيدا قيمة هذه الزاوية التي منحتها لي جريدة المصري اليوم المحترمة لأكتب فيها عن أمور أشد خطورة من فستان كشف عورة مجتمع كان في سابق عهده يعلم الدنيا ويضيء مشاعل الحضارة في أنحاء الأرض. هذا المقال ليس عن فستان عار، بل عن تقية التقية التي اعتمرها المجتمع العربي بكامله في دراما مسلسل الفستان. وبعد، الحقيقة لم يشغلني تأمل الفستان، إنما أتعسني تأمل ردود فعل المجتمع العربي على السوشيال ميديا، والسؤال الذي أوجهه للسبابين اللاعنين: هل فحصتم أنفسكم وتأملتم سلوككم وأصلحتم أخطائكم وترمون أحجاركم وتلبسون ثياب الوعاظ المصلحين في مجتمع؟ بكل أسف أقولها، لم يتعافى بعد من الفساد والرشاوة والتحرش والمخدرات والبلطجة واستغلال المناصب وسوء التعليم وتدني الصحة والهوة الواسعة بين تخمة الأثرياء وعوز المعدمين الذين نحلم فقط بأن نخرجهم من تحت خط الفاقة ليتحولوا إلى فقراء. أيها اللاعن العزيز، قبل أن تسب فستانا عاريا، هل تأكدت أنك لست غارقا في الصغائر والدناية والعري الأخلاقي؟ هل فكرت في نظافة لسانك قبل تنظيف أسنانك في الصباح وتصحيح سلوكك قبل التربع على عرش الواعظين؟ سأل نفسك من فضلك، هل تعمل 8 ساعات في اليوم أم 27 دقيقة فقط كما تقول الأحصائيات؟ هل تتقن عملك كما أمرك الله أم ترتشي؟ هل تحترم جارك وتبتسم في وجهه؟ هل تحافظ على المرافق العامة احتراما لوطنك؟ هل تحترم حق المختلف عنك عقائديا أم تمارس عليه الطائفية والمذهبية والعنصرية؟ هل تغض بصرك عن النساء أم تتحرش بهن؟
هل تساعد الضعيف وتجل المسن؟ هل ترحم الحيوان وتحترم الأخضر؟ هل تلقي القمامة في الطريق؟ هل تحافظ على نظافتك الشخصية أم تزعج من حولك؟ ألف هل وهل تضيق عنها الصفحات. من المحزن أن ننسى أن الفضيلة تبدأ من اللسان وتحتل القلب وتنطلق من العقل وتسكن في السلوك. من المخجل أن نزعم أننا حماة العفاف بينما الألسن تقطر سما وقيحا وبذاءات. كيف ندعو إلى العفة بألسن غير عفيفة؟ القليل مما قرأت من الحملة المسعورة ضد رانيا يوسف أكد لي أن الكل قرر أن يتطهر من خطاياه على حساب جسدها. الكل اعتمر طاقية التقية البهلوانية وراح يعز ويلعن وهو مؤمن أنه بقدر ما يسب بقدر ما يغفر الله له خطاياه. تحول الفستان إلى ناش كان في ساحة رمي الجمرات بالحرم الشريف. ولسنا حرما شريفا، وليست رانيا يوسف شيطانا، فهي لم تقتل ولم تسرق ولم ترتشي ولم تخن وطنا. ولو وجه اللاعنون عشر لعناتهم للفستان إلى المتحرشين واللصوص والفاسدين والمتطرفين لانصلح حال مصر. لكن بكل أسف زلزال الفستان قد كشف إلى أي قدر نحن منافقون وغير صادقين، لا مع أنفسنا ولا مع الله. تصحيح سؤال مفتتح المقال: عزيزي المصري، هل تسببت اليوم في دموع إنسان؟ كان هذا هو السؤال الاستنكاري لسلفنا الصالح الكريم الجد المصري القديم، الرائعة الكاتبة المصرية فاطمة نعود. من ناحية أخرى، أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن استيائها من ردود الفعل حول فستان الممثلة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي أثار جدلا واسعا، مستنكرة وصول القضية لجلسات مجلس النواب. وقالت في برنامجها صبايا عبر فضائية الحياة مساء الاثنين 3/12/2018: انتوا سايبين 100 طفل مريض قلب هيموتوا ومسكين في فستان رانيا يوسف. وتساءلت: مفيش نائب في البرلمان سمعني وانا بقول ان في 100 طفل بيموتوا؟ ديت الإعلامية المشهورة ريهام سعيد. وأضافت: إشمعنى رانيا يوسف؟ في واحدة عندنا ولا أنا عارفة هي ممثلة ولا رقاصة ولا بتشتغل إيه، كل حياتها إنها بتطلع صور وهي مش لابسة هدوم، وكانت موجودة في المهرجان وهي مش فنانة، ليه ما حاسبناهاش؟ مهرجان الجونة كان فيه ممثلات كانوا لابسين حاجات عريانة جدا من فوق، هل من فوق غير من تحت؟ وتابعت: أنا مش هقول إنها حرية شخصية ولا حاجة، أنا ما بقولش إنها غلطانة ولا ليا إني أقول إنها غلطانة، أنا مين شغلني قاضي عليها؟ أنا بس بتكلم عن نشر الفجور. وأردفت: المصور اللي نزل على ركبته عشان يصورها من ورا، مين اللي بينشر الفجور؟ هذا المصور اللي لازم يتحاسب ولا رانيا يوسف؟ أنت في المهرجان ومعاك الكاميرا دي عشان تغطي فعاليات المهرجان ولا عشان تتصيد للنجمات وتفضحهم وتصورهم بهذه الطريقة المشينة؟ ودعت إلى محاكمة المصور الذي التقط الصور لرانيا يوسف من زاوية استثنائية، معقبة: هي ما ادتش ظهرها للمصورين زي ما في ناس تانية عملت. المصور هو اللي نشر الفجور، هو اللي نزل على ركبته عشان يصورها. ليه؟ هتاخد كام في الصورة؟ نزلت على ركبتك ليه يا محترم؟ دي رانيا يوسف أثارت الجدل في مصر كلها. من ناحية أخرى، انتقد أحمد حسام ميدو لاعب الكرة المصري والمدرب السابق الهجوم الذي تعرضت له الفنانة رانيا يوسف. ده أحمد حسام ميدو. وغرد ميدو على حسابه الشخصي بموقع تويتر يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 قائلا: فستان رانيا يوسف وحش جدا بصراحة، بس انتوا مال ابوكوا هو عريان ولا لا؟ هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟ 70% من اللي هاجموها لو شافوها هيبوسوا ايديها ورجليها كمان.
ومن ناحية أخرى علق رجل الأعمال طارق عزر طليق رانيا يوسف السابق على تراجع المحامي سمير صبري عن مقاضاتها بعد أزمة فستانها الأخيرة، وذلك في أول تعليق له بعد الأزمة. ونشر طارق عزب خبر تراجع سمير صبري على حسابه الخاص بإنستجرام قائلا: ألف مبروك يا رانيا، وربنا يوفقك ويكرمك. يذكر أن رانيا انفصلت عن رجل الأعمال طارق عزب في يونيو الماضي بعد زواج استمر 6 سنوات. وده البوست اللي حطه على حسابه، وكتب سمير صبري يعلن تنازله عن البلاغ، من الصور مع عائلته. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين.